اوكي، هلو ايفرون، ان شاء الله تكونوا بخير. هسه عندنا ليكتشر 14، الموضوع الداينسفلون. اوكي، الداينسفلون نقصد به انه هو الثلمس والتراكيب اللي حوله، موجود بالسنترال بارت تحديدا مال برين، فورم ذا سنترال كور اوف برين تيشو، جاست شويه سوبيريور للميدي برين. يحتوي الداينسفلون هواية، يعني عدد كبير كلش من النيوكليوسات، بها وظائف كلش عديدة، and sensory and motor processing between the higher and lower brain center، بين ال higher center اللي هو مثلا cerebral cortex وال lower brain center brain system وجواه. الثلمس surround يكون لل third ventricle. شي يحتوي للتنس فلو يحتوي للثلمس hypothalamus وال epithalamus وايضا subthalamus. يجي the optic tract carrying neuron from retina enter the dencephalon. هذا هو الداينسفلون، هذا الثلمس، هذه باند مال مايلينيشن اكزون تفصل لي النيوكليوسات مال الثلمس، وجواها يكون شويه انتيرو انفيرير اللي هو الهايبوثلمس. هذا الصوره انه الثلمس، يعني ترجمته بالعربي وسهل المهاد، فانه هي من هاي جت فكره هذه الصوره. الثلمس يشكل لي 80% من الداينسفلون، هو متمثل بالبيرد اوفال ماس، يعني زوجة هيجي تركيب او ماس كتلة تشبه البيضوية اوف جراي ماتر، عبارة عن جراي ماتر، هي يعني سيل بودي اورجنايزد انتو نيوكلياي. نعرف انه الجراي ماتر متمثل هو عبارة عن سيل بودي، وايت ماتر بس اكزونات نيوكلياس وذ انتربريس تراكت اوف وايت ماتر. هو يعتبر الميجر ريلي ستيشن مال كل السنسر امبولس، كل سنسر تراكت، كل سنسر امبولس تصعد لي للدماغ، نهايتها الثيرد اوردر نيورون هو الثلمس، من الثلمس تروح للكورتكس ذات ريتش اس 1 فروم سبينال كورد اون برين ستيم. يساهم لي بالموتور فانكشن باي ترانسميتنج انفورميشن، هو يربط لي، من حكينا البيزل جانجليا قلنا الربط يصير عن طريق الثلمس، يربط لي السيربيلم والبيزل جانجليا ويا الموتور كورتكس او الام 1، ويعتبر ريلي نيرف امبولس بتوين ديفرنت اريا اوف السيربرم، يعني يربط مناطق معينة من الكورتكس اتسلف، وهم يساهم لي بالكونسيوسنس اللي يتدخل بالريتيكولار فورميشن. There are seven major group of nuclei، اكو سبع جروبات رئيسية من النيوكلياي، تتمثل بالانتيرير نيوكلياي وميديال نيوكلياي ولاترال شو اسمه جروب نيوكلياي. الانتيرير نيوكلياي تتدخل بامور الايموشن والميموري، يعني هنا عندها ريليشن شويه ويا الليمبيك سيستم. وهاي الميديا نيوكليا هم عندها ايموشن وليرنينج وميموري كوجنيشن، هنا هم الليمبيك سيستم شويه ريتيكولار فورميشن. اللاترال جروب بي لاترال دورز النيوكليا واللاترال بوستيرير، يعني تو نيوكليا او تو يعني تو جروب مجموعتين، اللاترال دورز هم ايموشن وهيك، بس اللاترال بوستيرير بهالبولفاينر نيوكليا هي هذا الثيرد تحديدا، هنا الثيرد اوردر نيورون يجي باللاترال بوستيرير نيوكليار اللي هي بولفاينر نيوكليار. بالمناسبه هالبولفاينر اوف ثرماس حتى يبين شويه بال شو اسمه، يكون شويه بارز، يعني حتى من بالكروس سكشنات مال ميدي برين ينشاف، اللي هو الجزء القريب هيك جوا منه على شو اسمه على ميدي برين، هذا البولفاينر. اوكي، عندي فنترال جروب نيوكليا. الفنترال جروب نيوكليا يتقسم لي هو، بالمناسبة هذه اللاترال بوستيري نيوكلياسيم تستلم لي سنسوري انفورميشن، وساك نيوكليا الأخرى هم تستلم لي هال في بي ال، اعتقد كان اسمها يب هذه. هسه الفنترال جروب نيوكليا المجموعة الرابعة، هذا الفنترال جروب نيوكليا هم تحتوي نيوكليات اكثر، اللي هي فنترال انتيرير، فنترال لاترال، فنترال بوستيرير، وعندي اللاترال والميديال جنكليت بودي، هذين ريليتد عندها شلون كونكشن ويا السوبيرير والانفيرير كولوكولوس. الفنترال انتيرير تساهم لي بالموفمنت، تدخل بسؤال في الموفمنت ويا البيزل جنجليا والسيربلم والسيربرم نفسها. الفنترال لاترال هم موفمنت. فنترال بوستيرير نيوكلياي هي تعتبر ريلي امبولس فور سوماتيك سنسيشن فروم فيس اند بودي تو سيربرال كورتكس، هي هذه الفنترال بوستيرير نيوكليا، هذه هم تعتبر يعني تساهم لي. احنا قلنا انه بالسنسيشن تراكت هيك ثيرد اوردر نيورون هو الثلمس، فهذا تساهم بتكوين الثيرد اوردر نيورون، واللاترال بوستيرير نيوكليا هم تساهم لي بالثيرد اوردر نيورون.
عندي اللاترال وميديال جينوكليت بودي. اللاترال جينوكليت عفوا عندها ريلي فيجوال امبولس من الريتينا اللي هي فيجوال ريفلي فيجوال كورتكس، تنقل لي الاشارات مال اوبتيك نيرف تروح لمن الريتينا توصل لللاترال جينوكليت بودي او نيوكلياس، من عندها تتحول للفيجوال كورتكس يعني موجود بالبوستيرير مال الكورتكس الاوكسيبيتال لوب تحديدا. الميديال جينوكليت مال الاوديتوري ريلي اوديتوري امبولس فور هيرينج فروم اير تو برايمري اوديتوري كورتكس اللي هي موجوده قريبه على اي ثينك حسب ما اتذكر سيلفين فيشر هيجي. عندي انت انترا لامينر نيوكلياي هنا مسؤولتها عن شويه الاروزال تدخل ويا الريتيكولار فورميشن، وعندي الميد لاين نيوكلياي مسؤوله تدخل ويا الميموري والالفاكشن والريتيكولار نيوكلياي، هذه شلون تراقب عمل النيوكلياسات الباقيه تسوي مونيتور وفلتر وانتجريت اكتيفيتي اوف اذر ثلامك نيوكلياي. فهذا يعني شغلات بس واحد محفظ حتى يعني اذا ما تقدرون تحفظونها وماكو كتف عادي مو مشكله، يعني مو فد شغلات مهمة. الهايبوثالاموس هو البارت الثاني من الداينسفلون، هو سمول بارت موجود تحديدا انفيرير تو ثالاموس، هو مو انفيرير انما انتيرو انفيرير، عنده فور ميجر ريجن او فور ميجر جروب او هيجي اللي هي الماميلاري ريجن تسوي للماميلاري بادي اند بوستيرير هايبوثالاموك نيوكلياي. اوكي فالماميلاري ريجن بها تو نيوكليات، بها الماميلاري بادي هي هم تعتبر نيوكلياي وايضا البوستيرير هايبوثالاموك نيوكلياي. الماميلاري بادي هنا اثنين سمول وظيفتين شلون يدخلن بالسمالينج وهيجي سنس اوف سمال. والتيوبرال ريجن انكلود دورزو ميديال وفنترو ميديال واركويت نيوكلياي والانفانديبينوم تحديدا انفانديبينوم مال البيتوتري اللي يربط لي البيتوتري بالش اسمه بالهايبوثالاموس. احنا نعرف ان البيتوتري يجيها هرمونات او سيجنال هيج من الهايبوثالاموس، فاكو كونكشن بين البيتوتري والهايبوثالاموس وعن طريق الانفانديبولوم ستاك لايك انفانديبولوم صح الانفانديبولوم اوف هايبوثالاموس او العفو بيتوتري. فهو هاي تحديدا هذا الانفانديبولوم هي منطقة التيوبرال ريجن بها هذه النيوكليوسات. عندنا السوبرا اوبتيك ريجن والبري اوبتيك ريجن. السوبرا اوبتيك ريجن كونتين بارا فنتركولار سوبرا اوبتيك وانتيرير هايبوثالاميك وسوبرا كازماتيك نيوكلياي. سوبرا كازمات بالمناسبه هذه كل بارت منهن يدخل بشيء معين. احنا نعرف انه البيتويتري البوستيرير مال البيتويتري انه ما يفرز وانما جست يخزن مكان الافراز مالته يكون من الهايبوثالاموس، يعني الهايبوثالاموس تفرز الهرمونات اللي هي الاي دي اتش والاوكسيتوسين وتودي لها للبوستيرير بيتويتري. زين يا منطقه بالهايبوثالاموس تفرز اللي هي تحديدا بالسوبرا اوبتيك ريجن من البارا فنتركولار نيوكلياي ومن السوبرا اوبتيك، من البارا فنتركولار ينفرز للاوكسيتوسين ومن السوبرا اوبتيك ينفرز للاي دي اتش او الانتي دايريتك هرمون. السوبرا كيازماتيك نيوكلياي هذه تجيها امبولسات من الريتينا، هذه اي ثينك اتذكر حسب ما اتذكر حكيتها بالسبيشال سنس مال فيجن، قلت لكم الفيجوال باثواي مو بس انه انا من الريتينا للكورتكس لا يروح مسارات اخرى، قلت لكم يروح للهايبوثالاموس ويروح للش اسمه للسوبرير كولوكولوس وهيجي. اكزن فروم بارا فنتركولار اند سوبرا اوبتيك نيوكلياي فورم عن طريق تسوي لي شيء اسمه هايبوثالاميك فيزيال تراكت اكستند فروم انفانديبولوم تو بوستيرير بيتويتري، وهذا التراكت اللي ينقل لي هذين الهرمونات اللي جايات او متصنعات بالبارا فنتركولار سوبرا اوبتيك ينقلها للبوستيرير مال بيتويتري. بري اوبتيك بارتيسيبيت ويز هايبوثالاموس ان ريجوليتنج سيرتن اوتونوميك اكتيفيتي كونتين ميديال اندر بالاوتونوميك اكتيفيتي، يعني الاوتونوميك نيرفس سيستم يجي تتدخل شويه عندها ميديال ولاترال بري اوبتيك نيوكليا. فهذه مجموعه نيوكليا هي الثلاموس والهايبوثالاموس عباره عن مكان يحتوي عدد هائل من النيوكليوسات ووظائف كلش عديدة. فهذا الهايبوثالاموس بي اربع ريجينات وكل ريجين شوية يحتوي نيوكليوسات وهاي يعني هن اربع هذا اللي اذا تقدر تحفظون حفظوهن، اذا ما قدرتوا على الاقل حفظوا الماميلاري ريجين وحفظوا لي السوبر اوبتيك ايش تحتوي لان مهمات. الهايبوثالاموس كنترول ماني بادي اكتيفيتي، الهايبوثالاموس عنده كلش وظائف معددة متعددة
يعتبر شلون ريجليتر على الهيميوستاسيس مال البادي، يعني استقرار البادي من ناحيه التمبرتشر وهيجي والاخره. سنسر امبلس ريليتد تو بوث سوماتيك اند فيزيرال سنس، هم تجي ويدخل ويا سنسر امبلس. سنسر امبلس فروم ريسبتر فيجن تيست اند سميل، هم تروح للهايبوثالاموس. ريسبتر مونيتور اللي تراقب للاوزموتيك بريشر والبلاد جلوكوز ليفل والكونستريشن مال بعض الهرمونات، لان اكو هرمونات قلنا تنفلس من الهايبوثالاموس وتروح للبوستيريور بيتويتري، او اصلا اكو هايبوثالاموس يفلس لهرمونات تسيطر على الهرمونات مال البوستيريور او الانتيريور بيتويتري، مثل شو اسمه التي اس اتش ينفرز من الانتيريور بيتويتري، اكو تي ار اتش اللي هو يسيطر عليها من الهايبوثالاموس الى وبعض الهرمونات الاخرى، فهم يسيطر على الهرمونات وايضا التمبرتشر مال البلاد. تسوي الاما فازو دايليشن، دز اشارات اما فازو دايليشن او فازو كونستركشن حتى تغير التمبرتشر. Also has several very important connection with the pituitary gland and produce variable hormone. اهم شيء انه تدخل بسؤال في البيتوتري وتدخل بالهرمونز. وهم هذا النهاية، هاي نقطة ثالثة ورابعة مهمات. ايضا عندها فيجيتاتيف فانكشن اللي هي هم تساهم بالكارديو فاسكولار ريجوليشن، ريجوليشن مال تمبرتشر بودي ووتر، تتحكم باليوتراين كونها تفرز لي الاوكسيتوسين والكونتراكتيليتي اند ميلك ايجكشن فروم بريست اللي هو برولاكتين، ويجي هذا البرولاكتين انهبيشن من الهايبوثالاموس تعطي دوبامين. يعني البرولاكتين ينفرز لي من البيتويتري بس شو اسمه يجي انهبيشن من الهايبوثالاموس. البودي ووتر عن طريق الاي دي اتش. اوكي بعد غاسترو انتستينال تراكت اند فينج ريجوليشن هم تساهم لي بيها، تنظيم الاكل الجوع الهيجي. كنترول اندوكراين سكريشن فروم باي انتيرير بيتويتري، هي تفرز للبوستيرير بيتويتري وايضا تتحكم بالهرمونات اللي ينفرزن من الانتيرير بيتويتري. والانتيرير بيتويتري شلون تعتبر مثل الجوكر مال الجلاند مال بودي كلها، مو كلها تقريبا، يعني تتحكم باغلب الجلاندات، فالهايبوثالاموس اصلا تتحكم بالبيتويتري. ستيمولاتينج، اذا صار ستيمولاشن مناطق معينه بالهايبوثالاموس ايش حيصير؟ مثلا سويت ستيمولاتينج بالبوستيرير واللاترال مال الهايبوثالاموس راح يزيد للهارت ريت. احنا قلنا من الوظائف الهايبوثالاموس هو كارديو فاسكولار ريجوليشن، فهذه وظائف متعدده للهايبوثالاموس بين اهميته، وظائف بالهوميوستاسيس، وظائف بالاندوكراين، وظائف يدخل بالريجوليشن مال كارديو فاسكولار تمبرتشر بودي ووتر الى اخره. فإذا صار مثلا ستيميليشن منطقة البوستيرير واللاترال هايبوثالاموس حيصير حيزداد الهارت ريت والبرشر. إذا بلي بري أوبتيك أريا راح يقل، بالعكس راح يصير نيجاتيف إفكت. إفكت ترانسميتد ثرو ذا كارديو كنترول سنتر إن ريتيكولار ريجن أوف بونز أند ميدلا، يعني هو هي هذه تحفزن هذه النيوكليوسات أو هذه تدز إشارات عن طريق ريتيكولار فورميشن تودي ليها للكارديك سنتر موجود بالميدلا والبونز، والكارديك سنتر مال الميدلا والبونز هو يوصل الإشارة للهارت. Pre-optic also concerned with the regulation of body temperature. من تزداد temperature مال blood مش راح يصير through this area increase activity of temperature sensitive. إذا decrease بال temperature هي شلون تعرف شلون تتحكم أنا بالبادي temperature، شلون تعرف إنه حرارة الجسم صعدت أو لا؟ إنه من حرارة البلد اللي وصلها، هي نيوكليسات وخلايا اكيد يوصل هدم حتى تعيش وتتكاثر وهيجي وتسوي الميتابوليزم مالتها، هي حالها على اي خليه لكن جسم متخصصه، فالدم اللي يوصلها تشوف التمبرتشر مالتها اذا عاليه راح يزداد الاكتيفيتي مالتها، واذا ناصله راح تقل الاكتيفيتي مالتها. شلون بتتحكم لي بالبودي ووتر كميه الماء الموجوده بالجسم؟ اولا تعطيني سنسيشن للثيرست للعطش حتى اروح اشرب ماي، هذا الثيرد سنتر موجود باللاترال مال هايبوثالاموس. تو كونستريتد فلويد الكترولايت انتنس ديزاير تو درينك ووتر، من يصير عندي كونستريشن الفلويد بجسمي قال راح الالكترولايت تكون كونستريتد كلش، يعني مركزه اكثر، السبب انه نقص المي، يعني هي مو انه الالكترولايت زادت انا ما اكلت مثلا صوديوم وبوتاسيوم هيك انه زاد واحدين، لا نسبة الماء الموجود قلت فهنا راح يزداد نسبيا.
فش راح يصير؟ اول شيء راح يعطيني شعور بالعطش حتى اشرب، وايضا راح يتحكم لي بالاكسكريشن مال الووتر بسبب انه يحتوي يفرز للاي دي اتش او الفاسوبريسين. ذا تو كونستريتد بودي فلويد، صار الفلويد كلش كونستريتد مركز، راح استيميليت نيورون ان ذيس اريا اللي هي تحديدا السوبر اوبتيك اريا انفانديبلوم اوف ذا هايبوثالاموس، تروح للبوستيرير بيتوتري جلاند تفرز الاي دي اتش. الاي دي اتش يسوي لي يروح للكدني يسوي ابزورب، يشتغل تحديدا على الكولكتنج داكت مال الكدني، يسوي لي ابزوربشن للووتر فيقلل اللوز مال الووتر ويرجع الدم فيرجع الفلويد للوضع الطبيعي. هاي اللي فاهم الاندوكران راح يفهم هذه الافكار كلها، يعني هاي ريليتد شويه ويا الاندوكران. ايضا يتحكم بالوترين كونتراكتيليتي والميلك اجكشن اللي هو عن طريق الاوكسيتوسين، ستيمليتنج بارا فنتركولار نيوكليي تفرز الاوكسيتوسين هرمون. اوكسيتوسين هرمون يسوي اليوترين كونتراكتيليتي، طبعا هذا يطول الحوامل بفتره الولاده بالديليفري اللي هو اسمه التجاري بيتوسين، يزيد الكونتراكشن مال اليوتراس حتى يدفع الطفل. فهذا الاوكسيتوسين راح يزيد اليوترين كونتراكتيليتي، فيصير كونتراكشن بالمايو ابيثيليال سيل، خلايا العضليه موجوده باليوتراين نفسها و تساعدني بالولاده. وايضا بالنسبه للبريست تحفز للملك ايجكشن، شو اسمه اهم، راح يسوي كونتراكشن بالمايو ابيثيليال سيل موجوده بالبريست وتفرغ شو اسمه الملك عن طريق النيبول عن طريق الحلمه. ادنت اوف بريجنسي اوكسيتوسين سيكريتد بروموت لايبر كونتراكشن، يحفز للولاده. بالنسبه للملك اجكشن انه البيبي من يسوي سكر للمذر بريست راح يصير ريفلكس انه صار كونتراكشن بهذه المنطقه، فالريفلكس هذا يدز الاشاره من النيبول من البريست تحديدا يدزها للبوستيريو هايبوثالاموس. هايبوثالاموس شي يفرز لي اوكسيتوسين، اوكسيتوسين راح يسوي كونتراكشن بال شو اسمه بالداكتيول ومال بريست وتطرح لي سوي اكسبيلنج للملك ثروت نيبول. في الفكره مال ملك اجكشن واليوترين كونتراكتيليتي والبادي ووتر، هذين تفتهموهن اذا تريدون تفتهموهن بشكل تفصيل موجود بماده الاندو تحديدا الاي دي اتش والاوكسيتوسين، تفهمون بشكل تفصيل شلون يصير. وهنا هم شارح يعني تقريبا بشكل تفصيل، يعني جست انه مو معقده بس تعرف وظيفه الاي دي اتش والاوكسيتوسين وراح تفهم الوضع ايش يصير هنا. ايضا جاسترو انتستينال فيدنج ريجوليشن ستيمليتنج لاترال هايبوثالاموس يعطيني اكستريم هانجر، اذا صار ستيمليشن بهذه المنطقه باللاترال هايبوثالاموس راح يعطيني الشعور بالجوع القوي. فيروس ابتايت اند انتنس ديزاير تو سيرج فود، يعطيني شهيه قويه ورغبة بشدة انه ابحث عن اكل واكله. اذا صار باي لاترال دمج بهذه الاريا راح افقد شو اسمه شهيتي للاكل، ممكن يصير عندي ستارفيشن مجاعة لان ما دا كل شيء. ستايتي سنتر ايضا موجود يعني مركز الشبع، والسنتر مال هانجري يعني السنتر اللي يعطيني شعور بالجوع والسنتر اللي يعطيني شعور بالشبع هم موجود. السنتر اللي يعطيني الشعور بالشبع موجود بالفنتروميديال نيوكلياي، من يصير بي ستيميليشن اكيد انه انا حسيت بالشبع فما راح اكل ستوب ايتينج. بايلاترال ديستركشن اوفر اكتيف هانجر سنتر فيروس ابيتايت تريمنس اوبستي، انه اذا صار بايلاترال ديستركشن بهذه المنطقه بالمنطقه المسؤوله عن الشبع راح يصير شنو اوفر اكتيف بالهانجر سنتر. انا عندي سنتر مال الشبع ومال الجوع، ابو الشبع انضرب فبس ابو الجوع راح يشتغل فراح اظل جوعان طول الوقت، فالشهية تكون مفتوحة طول الوقت فيصير عندي obesity. mammalian body انتر overall control تدخل شوية ويا ال GIT activity control at least partially pattern of many feeding reflex the licking the lip and swallowing، كم تدخل شوية بالreflexات اللي تصير ويا الفيدنج ويا الاكل، مثلا انه حركة الشفة هيجي واحد احنا ننصح بالعامية يقوم يمطق وهيجي من هذا الحكي، والابتلاع هم تدخل شوية بها mammalian body، بس هي بشكل عام انه ميلر بدي احنا خصصنا يعني بشكل رئيسي شوي ويا السمالينج لان هي اصلا تدخل ويا الليمبك سيستم وهي شي، فالسمال هم الى ريليشن ويا الاموشن وهاي والميموري. كنترول انتيرير بيتويتري هرمون سكريشن، احنا نعرف انه اذا قارين الموضوع بالاندو انه الانتيرير بيتويتري هرمون التحكم باتن يصير عن طريق الهايبوثالاموس stimulating certain area of hypothalamus secretion specific releasing an inhibitory hormone
الهابثلامس راح يفرز لي هرمون، اما تكون وظيفتها انهبيتري تثبط، مثلا انه تفرز لي الدوبامين يسوي انهبيشن للبرولاكتين، او تفرز لي لا مواد تحفز افراز البيتوتير مثل تي ار اتش يحفز التي اس اتش. اوكي هذا الهايبوثالاموس هاي نيوكليوسات هنا انتيرير هنا بوستيرير مال هايبوثالاموس فينترو ميديال بريف فورنيكال بوستيرير هايبوثالاموس، يعني عندها احنا مثل ما حكينا الموضوع معقد كديتيلز كلش معقد، فهنا بالملزمة وحتى من يدرسوا يعني بشكل اكاديمي انه يعطون بس النيوكليوسات وظيفتها العامة ما يحتاج طب ديتيل، هذا سوالف بورد وجوا. behavioral function of the hypothalamus مش دخل شويه بالbehavioral function كشخصيه والسلوك هيجي. stimulation or lesion in hypothalamus often have profound effect on emotional behavior on of animal and human being. انه تحفيز المناطق معينه بالhypothalamus او damage بالمناطق معينه هم راح ياثر على emotional behavior. اذا stimulation of lateral hypothalamus راح يعطيني اللي هو مسؤول عن الجوع، انه واحد احنا دائما نشوف انه من يجوع راح يغضب وهيجي، انا اشوف خاصه بشهر رمضان وهاي الناس اغلبها تكون روح عطافره وهيجي الجوع هم شويه الى دخل بالاموشن وهيجي، فاللاترال هايبوثالاموس الى دخل بالجوع ويا الاوفر ريج والفايتنج الغضب وشويه انه يكون هيجي متعنف شويه. الفنترو ميديال لا عنده اوبوزيت افكت، يعطيك سنس اوف ستايتي شبع وايضا هدوء وكالمنس وهيجي ايتينج وهاي، فهذا النقاط حلوه يعني ضروري يعني واحد يعرفها هنا عادي انه اللاترال هايبوثالاموس عنده سنتر مال جوع، وايضا اذا اتحفز راح يعطيني شعور بالجوع، والواحد من يجوع احنا نعرف انه يغضب هيجي، وعنده ايضا سنتر ويا الاوفر راي اوفر تريج وفايتنج هيجي، بينما الفنترو ميديال لا بالعكس شبع وهدوء وراحه وهيجي. اكوزن سون اوف بري فنتركل نيوكلياي اهم تساهم لي او تدخل بسؤال في الفير والبنشمنت خوف وايضا عقاب هيجي. anterior and most posterior hypothalamus هم يدخل بسؤال في sexual drive وهيجي. اوكي bilateral lesion عفوا lateral hypothalamus اللي هو مسؤول عن الجوع، اذا انضربوا للجوع ما راح اشرب، ما راح على الاقل الاكير راح اقلل شرب هيجي، فراح يصير عندي lethal starvation. extreme animal pasty with those of most of red drug. bilateral اذا صار ليجن بالفنترو ميديال لا حيصير شو اسمه اوبستي وهيجي. excessive drinking and eating hyperactivity continuous savagery along the اي الفكره انه انا عرفت انه اللاترال مسؤول عن الجوع والغضب والفنترو ميديال مسؤول عن الشبع والهدوء، فاذا ضربت ابو الجوع ما راح احس بالجوع بعد وهيجي، راح اكون اغلب الوقت شبعان فما راح اكل فيصير عندي starvation، اذا ضربت ابو الشبع راح اكون طول الوقت جوعان واظل اكل هواي وهيج. فهذا الهايبوثالاموس موضوع يعني بنعرف النيوكليوسات مالته الاربعه، نعرف انه يتحكم لي بهواي شغلات الجليشن هوميوستاسيس، ونعرف انه اهم شيء عنده الاندوكراين فانكشن مالته كلش مهمه. الابيثالاموس هي سمول ريجن موجوده سوبيرير وبوستيرير للثالاموس، فوق وشويه بوستيرير للثالاموس، تتمثل بالبينيال جلاند والهابينيولار نيوكلياي والكورويد بلاكسس. بينيال جلاند هذه بينيال موجوده بالبوستيرير مال تقريبا تتمثل بالروف مال ثيرد فنتركل هيجي، وظيفتها بشكل رئيسي وهاي كاندوكراين سيستم تفرز الميلاتونين، الميلاتونين انه يحفز النوم وهيجي هو هرمون ينفرز دوريا. وين تيكن اورالي ميلاتونين كونتريبيوت تو سيتينج بايولوجيكال كلوك اند يوزينج سليب هيلبينج تو ادجست جيت لاج. بعض الناس المسافرين مثلا يروح من دولة والدولة الأخرى، بس شنو اكو فرق بين وقت؟ مثلا أنا رحت شو اسمه طلعت مثلا من العراق بالنهار مثلا بالتسعة، استغرقت مثلا الرحلة ما تقول 10 ساعات أو 5 ساعات أو 8 ساعات الدولة معينة مثلا أمريكا وأستراليا وهيجي، بحيث الوقت كلش يفرق، راح أوصل لهناك ورا 8 ساعات ألقى روحي هم بالتسعة وبالعشرة، فانا يعني انا راح اتعب نص النهار يعني لان فتره هواي قاعده صار عندي تغير بالوقت هيجي، فراح يتخربط النوم وهيجي، فانه حتى اعالجه وهيجي ياخذون حبوب ميلاتونين اورالي، طبعا ما بها سايد افكت وهيجي ياخذوا حتى يعدلوا نومتهم هاي.
الهابونيرو نيوكلياي تتدخل بالالفكشن والايموشنال ريسبونس تو اودر، عندها ريليشن ويا الالفكشن ويا الشم، وايضا انه الريليشن ما بين الشم ويا الايموشن. احنا نعرف انه ما ادري بيعمل زي ما شرحنا هالموضوع، حكينا انه الايموشن يتدخل ويا الاودر، يعني دائما العطور حتى علامات العطور هاي بيرفوم هاي عندها ريليشن علاقة معينة بالإيموشن والهيجي. وأيضا الكورويد بلكسس، الكورويد بلكسس نعرف إنه هو اللي يفرز السي اس اف بالفنتريكلز. structure that secretes cerebral spinal fluid سي اس اف بالفنتريكل وبالسباركلويد سبيس. فهذا الإبيثلماس بي 3 ريجن، هذا الملزمة مال دينسفلون، يعني مو كلش صراحة المهمة، واحد ياخذ منها بس معلومات يعرف انه هذا يطلع هذا، اما اذا عنده وقت ومتمكن فخليه يحفظها عادي، ممكن بالامتحان يجي. هذه الملزمة خلص.